وللمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف دكتور علي عبد المحسن، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة. دكتور علي، بعد التحية، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بافتتاح عدد من المشروعات وخاصة المشروعات الزراعية ودورها في التنمية في مصر بشكل كبير، وكيفية موائمة هذه المشروعات مع احتياجات مصر من المياه. تمام، وطبعا أهلا بسيادة السادة المشاهدين. احنا طبعا شايفين في الفترة الأخيرة يعني نشاط ملحوظ لفخامة الرئيس في افتتاح المشروعات القومية الزراعية الكبرى. الأسبوع اللي فات كنا يعني بنتكلم في مستقبل مصر، النهاردة شفنا فخامة الرئيس بفتح توشكا، وشفنا الإنجازات الكبيرة اللي تمت، ويعني كنا بنتكلم في 400 فدان، احنا توصلنا تجاوزنا يعني داخلين على حوالي 500,000 فدان في منطقه توشكا. فده يعني انجاز، يعني ما بعده انجاز في وقت قصير جدا. والاهم من ذلك زي ما سيادتك قلت ان احنا بنزرع فيها المحاصيل اللي هي الاستراتيجيه في الوقت الحالي، عشان احنا شايفين الازمات الاخيره، وباء كورونا ثم الازمه الروسيه الاوكرانيه، ثم شايفين في الفتره الحاليه في جفاف كبير في روسيا وفي مشكله في القمح في روسيا. فده يعني ساهم بشكل كبير ان احنا نتوسع في زراعه المحاصيل الاستراتيجيه وخاصه القمح لتحقيق الامن الغذائي. صحيح. طيب، يعني الامن الغذائي هو بالتاكيد المستهدف الرئيسي من هذه المشروعات، لكنه قطاع الزراعه من القطاعات الهامه جدا واللي بتنعكس تنميتها على قطاعات اخرى مثل قطاع الصناعه وغيرها. دور هذا في التنميه في مصر في الفتره المقبله. تمام، هو طبعا سيادتك احنا عارفين ان احنا ماشيين دلوقتي في يعني في اتجاه تنميه شامله، والاصلاح الاراضي يعني مش زراعه فقط، لا ده هي زراعه وصناعه وخدمات، فهي انشطه متكامله. وزي ما سيادتك شفتي ويعني ان في توجه ان احنا نصنع هذه المنتجات ونوجهها للسوق المحلي في صوره يعني منتجات مصنعه، او يتم تصدير جزء منها الى الخارج ايضا في تصدير في صوره منتجات ايضا مصنعه. ده من ناحيه ان انا بزود القيمه المضافه واعظم العائد من هذه المنتجات واخفض الفائض فيها ايضا. صحيح، نتحدث عن نظم الري الحديث والتي وجه بها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن كيفية استخدام الأمثل لطرق الري الحديثة، وأيضا استبدال الزراعات كثيفة الاستهلاك للمياه بزراعات أخرى، وكيفية تحديث ذلك في قطاع الزراعة في الفترة المقبلة. طيب، هو طبعا فخامة الرئيس مدي اهتمام كبير جدا في الفترة الأخيرة يعني لموضوع المياه والاستخدام الأمثل للموارد المائية وتعظيم العائد من وحدتي الأرض ومياه الري. وزي ما كان فخامة الرئيس بيتكلم النهارده عن محصول القصب، إن يعني بنزرع حوالي 350,000 فدان في محافظات الصعيد بتستهلك كميات كبيرة من المياه. فإحنا دلوقتي في توجيهات أيضا رئاسية إن في مشروع زراعة القصب بشتلات، بحيث ان احنا يعني نخفض كميه المياه اللي بيستهلكها محصول القصب بكميات كبيره وتعطي انتاجيه عاليه. ده من ناحيه، ومن الناحيه الثانيه ايضا في توجه ان احنا نخفض او نرشد مساحات زراعات القصب ونزرع مكانها مثلا بنجر او محاصيل يعني سكريه او محاصيل اخرى تدي نفس الانتاج من السكر باحتياجات مائيه اقل. وده توجه يعني في ايضا مبادره من رئاسيه من فخامه الرئيس ان احنا نحاول نظم الري في مصر بشكل عام من نظم الري بالغام الى نظم الري الحديثه بالرش والتنقيط، لما لها من دور كبير في زياده انتاجيه وحده مياه الري. وايضا مشروعات الصوب الزراعيه هتقوم بدور كبير في هذا المجال، وايضا استنتاج اصناف جديده يعني بتقعد وقت قصير وبتعطي انتاجيه عاليه من وحده مياه الري. فده التوجه القادم في الفتره القادمه ان شاء الله باذن الله. صحيح، هذا عن يعني طريقه الري، لكن نوعيه الري ماذا عن اعاده استخدام مياه الصرف الصحي في انواع معينه من الزراعات والحدائق المختلفه؟ تمام، واحنا سيادتك اللي يهمنا في المحاصيل اللي هي بتؤكل ديت يعني ايه، بنزرع بنرويها بمياه اللي هي الري النيليه او المياه الري مياه صالحه للشرب او للزراعه او مياه الصرف الزراعي المعالج. لكن الاشجار اللي هي يعني النباتات التي لا تؤجل اشجار خشبيه او بذور زي الجوجوبا وما شابه ذلك يعني، فهذه المحاصيل يمكن الاعتماد فيها على مياه الصرف الصحي المعالج ولا دون تاثير على جوده هذه المنتجات، وخاصه انها يعني لا تؤكل ولا تؤثر على صحة الإنسان بأي شيء يعني.
صحيح. أشكرك شكرا جزيلا دكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة، كنت معنا عبر الهاتف.